فاكرين لما قالوا ده مقلب كبير قوي الاهلي شربه؟ هنشوف ايه كان المقلب الكبير قوي اللي الاهلي شربه وقتها قالوا عليه كده، وازاي عانوا منه بعد كده. الدوري لما رجع، رجع الجدل حوالين التحكيم، لكن للامانه النجم الكبير احمد حسام ميدو في برنامجه اللي بيقدمه على قناه النهار كان له بعض الملاحظات على اداء حكم مباراه الزمالك، لكن كتب تويتة مهمة جدا تعليقا على مباراة الزمالك والمصري. قال ميدو: الموازنات بدأت في الدوري المصري من الحكام، محمد حسن لازم انذار. وقال تاني بعد الشوط الأولاني: شوط أول سيء جدا، ومش عارف الفار ازاي ما قالش للحكم ان كرة محمد حسن تستلزم انذار تاني. بعض التفاصيل الصغيرة تظلم بعض الأندية، ولكن توقعنا بعد وجود الفار أن تنتهي هذه الأخطاء المتعمدة من الحكام، الأخطاء المتعمدة من الحكام. وفي تقدير ميدو زي ما هو مكتوب بشكل واضح أنه الحكم تعمد ما يديش محمد حسن لاعب وسط الزمالك اللي كان عنده انذار، عنده فاول مهم جدا أو خطير جدا يستحق عليه الانذار، تعمد ما يديلوش انذار عشان ما يطردهوش. اللي يغيظك بقى ده في تقدير ميدو او يدهشك يعني، انك انت مضطر تكذب عينيك. الكابتن الشناوي، انا بحب الكابتن الشناوي بشكل خاص يعني، وشاف انه من الناس الجريئه يعني، لكن هو شغال مدافع عن التحكيم بكل ظواهره الايجابيه والسلبيه. لما يقول لنا وعايز يقنعنا ان الدخله بتاعت محمد حسن ما هيش تهور، بريئه، ده اهمال. شوف بقى المعيار. وهو وعلى فكره الاهمال خطا يعاقب عليه. وبعدين بص، عشان كمان هو لما داخل رجله مرفوعه فالتاني وهو بينط لفوق اتكعبل فيه. شوف التفسير اللحظي، وكان الحكم بيتفرج بنضاره سلو موشن. يقدر انما ما بيشوفش التهور والاهمال والاهمال الجسيم، ما بيكسر رجل واحد صحيح. لكن المبالغه يعني في انك تدافع، ماشي، جيت في ضربه الجزاء تحتمل التفسير، مين نط ومين عمل كوبري ومين، لكن الواضحه جدا اللي خلت ميدو يمطعد. خلي بالك هقول رايي، هو ما يعجب الناس وما يعجبش الناس. انا ميدو من الناس اللي بحترمها، اتفق معاه واختلف معاه. هو لما بيبقى له راي ساعات في الزمالك كزملكاوي يقولوا ما يعني بيضطر يشوف الامور بمنظور مختلف، لكن عموما اراؤه في الكوره لما تسمعها عنده رؤيه صحيح. طيب كابتن الشناوي وكل خبراء التحليل، انتوا رفعتم